أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حديث الجزائر. ردت إيران على اعتداءات الكيان الصهيوني، خاصة مهاجمة القنصلية الإيرانية بدمشق، بعد أن اختارت التوقيت وحددت الكيفية التي مارست من خلالها ما اعتبرته حق الدفاع عن النفس. وقالت طهران إن اعتمدت نهج المسؤول تجاه السلام والأمن الإقليميين والدوليين في وقت تتواصل فيه الأعمال غير القانونية والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الفصل العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته العسكرية المتكررة ضد الدول المجاورة وإشعال النيران في المنطقة وخارجها. ما هي تداعيات هذه الخطوة الإيرانية؟ وهل سيغامر الكيان الصهيوني بالرد؟ هل ستكتفي إيران بهذا الرد أم أن المرحلة المقبلة ستكون حبلة بالأحداث؟ بعد الفاصل. الحديث في الموضوع أسعد باستضافة الدكتور مولاي بومجود، أستاذ العلوم السياسي والعلاقات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ مولاي. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. مرحبا. وأيضا معنا الأستاذ يحيى غدار، الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، معنا مباشرة من بيروت. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. أهلا بكم وبالأخ الدكتور مولاي بومجود وبجميع المشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. إذن أبدأ معك مباشرة أستاذ يحيى، في البداية كيف نقرأ هذا الرد الإيراني على الكيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كان منتظر هذا الرد وكان حتمي، وهذا الذي حصل كما كنا دائما نقول بأن قبل هذا الرد لا يمكن أن يكون ما بعد هذا الرد، أي هناك تغيير استراتيجي وتطور استراتيجي لمصلحة محور المقاومة، شاء من شاء، إن كان من الأصدقاء أو من الأعداء. هذه النقطة الأساسية التي يجب أن يعلمها الجميع. وطبعا هذا الرد كان مدروسا بشكل كامل، بالرغم من أن الولايات المتحدة هددت بأنها ستقف وجه هذا الرد، وكانت تحاول جاهدة بأن تمنع هذا الرد، ولكن إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رد الاعتبار ورد كرامتها وعزتها، والتأكيد بأن الصبر الاستراتيجي التي كانت تتبعه ليس من موقف ضعف بل من موقف استراتيجي احتراما للمقاومة بدعمها المباشر لمحور المقاومة في كل الساحات وفي كل الجبهات، ولم تكن تريد أن تدخل بالمباشر، ولكن الاعتداء الذي تم السافر على القنصلية فرض على إيران أن توضح للعالم بأنها أيضا قادرة أن تؤدب هذا الكيان مهما كانت الأسمان. والحمد لله الذي حصل بالأمس هو تغيير استراتيجي وهو قوة ردع حقيقية وتأكيد بأن الإمكانيات للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أكبر بكثير من إمكانيات هذا العدو، الذي منذ اللحظات الأولى وما قبل هذا الرد كان بحاجة ليس فقط الولايات المتحدة، أيضا لإنجلترا، أيضا للفرنسيين، أيضا لبعض المتطبعين العرب للأسف الذين كالأردن، وبعض القواعد الأمريكية التي ترقت منها الصواريخ المضادة لل طيب أستاذ يحيى، أيضا بعض القواعد العربية الأخرى. طيب أستاذ يحيى، هناك من يقول بأن إيران دفعت إلى هذا الرد. طبعا
إيران لن تكن تريد أن تدخل بالمباشر في هذا الرد حتى حتى تبقى الأنظار على أنها هي معركة فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني هو الذي يقوم مع محور المقاومة عربيا يقوم بواجباته، وهي تدعم بكل الإمكانيات هذا المحور، وهذا واضح للجميع. ولكن أبقت قوتها حاضرة لمعركة تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وإزالة هذه الغدة السرطانية. هي كانت وتريد أن لا تتدخل سوى بالمعركة التي ستحرر فلسطين، ولكن طبعا التجاوزات التي قام بها نتنياهو، قام بها هذا الكيان، فرضت عليها أن تؤدبه وأن تعلن للملأ للعالم أجمع بأن إيران ليست حبة ولا حبتين، وإنما إيران لها التقنية، الإمكانيات الهائلة لتتجاوز كل الإمكانيات الناتو من الولايات المتحدة والمطبعين العرب الآخرين، واستطاعت بدراسة دقيقة جدا أن تتجاوز كل الحواجز المضادات الجوية للكيان الغاصب وللولايات المتحدة بكل قواعدها، والإنجليز والفرنسيين والطائرات التي تدخلت، فرنسية والإنجليزية والأمريكية والأردنية للأسف أيضا. طيب أستاذ، لكسر هذا الهجوم، ومع ذلك استطاعت المسيرات، عدد كبير منها، والصواريخ الباليستية والمجنحة أن تصل إلى أهدافها وتحقق أهدافها. طيب أستاذ يحيى، إذا أعود أو أمر الآن إلى أستاذ بومجوت، وقبل أن أمر إليك أستاذ بومجوت أرحب بالأستاذ دكتور زهير بعمامة محلل قناة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ زهير. مرحبا أستاذ رمزي. إذا أستاذ بومجوت، نبقى دائما في قراءة لهذا الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، و هناك أيضا من يقول بأنها إيران دفعت إلى هذا الرد. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم، تحية الدكتور زهير، تحية منسقنا العام دكتور يحيى غدار بلبنان الشقيق. يعني في الحقيقة الضربات الإيرانية هي جت كرد فعلي طبيعي، وبالتالي أن إيران من حقها الرد، خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة يخول لها ذلك، خاصة المادة 51 من الجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح أو يبيح للدول الحق في الرد الطبيعي على الاعتداءات التي تشن ضدها. وبالتالي الاعتداء على القنصلية الإيرانية هو اعتداء على الأراضي الإيرانية بالأعراف الدولية والمواثيق الدولية، يعني وكذلك القوانين الدولية. وبالتالي هنا إيران لم ترتكب يعني أي خطأ في هذا الرد، راسلت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الرد، وأوضحت بأنها سوف ترد على هذا الاعتداء السافر الذي استهدف قنصليتها. وبالتالي القنصلية تعتبر أو تعد أراضي دولة داخل دولة أخرى، وكان من حق إيران الرد، لأنه يعني الكيان الصهيوني في الحقيقة لم يأخذ هذا القرار يعني منفردا، بل كان فيه تنسيق بينه وبين القوى الداعمة له، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. فإيران كانت تعي هذا الأمر جيدا، وكان لابد من الرد. إيران لم ترد من قبل، وكانت تتمتع بالكثير من الصبر الاستراتيجي، خاصة في الاستهدافات التي قام بها الكيان الصهيوني ضد القيادات العسكرية الإيرانية سواء في سوريا أو في العراق. لكن تلك الاعتداءات كانت اعتداء على أطراف يعني أو على أفراد في أراضي أخرى، لكن الاعتداء هذه المرة كان على القنصلية الإيرانية، وبالتالي هو اعتداء على الأراضي الإيرانية، لذا وجب الرد. فكان الرد طبيعي، والرد حمل عدة رسائل، سواء رسائل إلى الداخل الإيراني بأن القوات الإيرانية قادرة على الدفاع على الأراضي الإيرانية، كذلك كان فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهت كذلك رد
آخر للقوى الغربية الداعمة لهذا الكيان بأن إيران يعني قوية وليست ضعيفة كما يتوهمون. وبالتالي شفنا حجم المسيرات التي وصلت رغم ازدحام المنطقة بالقواعد العسكرية الغربية، ورغم أن سماء المنطقة تعج كذلك بالطائرات الغربية، إلا أن هذا كله لم يمنع الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية الإيرانية من الوصول إلى أهدافها العسكرية. كذلك كانت فيه رسالة أخرى إلى أن هذا الكيان أوهن وأضعف مما نتصور، لأنه في الحقيقة هذه الضربة مرغت كبرياء الكيان، كذلك دكتكت يعني غطرست هذا الكيان الذي كان خارج العقاب وكأنه يتمتع بحصانة دولية وبحماية دولية تقودها الولايات المتحدة. وهذا ما انعكس على الداخل الصهيوني أستاذ مولاي، عندما كانت المسيرات في سماء فلسطين المحتلة الصهاينة كانوا يختبئون في الملاجئ وحالة الذعر كانت منتشرة بكثرة. أستاذ زهير، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقر اليوم الأحد أن الهجمات العسكرية لبلاده على الكيان الصهيوني جاءت ردا على إجراء كان ينبغي الرد عليه، كيف ذلك؟ مجددا مرحبا أستاذ رمزي. أستاذ زهير، كان لابد منه، لأننا كررنا في أكثر من مرة أستاذ رمزي بأن إيران عدم الرد لم يكن خيارا أمام الإيرانيين أستاذ رمزي. نعم. الرد كان شيء لابد منه، ولكن إيران كانت تريد ردا منضبطا، بمعنى وفقا لحسابات استراتيجية غاية في الدقة، وهذا الذي رأيناه. دعني أذكر أستاذ رمزي بأن في مبادئ الاستراتيجية الإيرانية هناك شيء كان ثابتا تقريبا في خلال مراحل الصراع مع دولة الكيان، وهو أن الانخراط المباشر لإيران في حرب مع الكيان أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا هذا كان من المحظورات عندهم في الاستراتيجية، وكان ربما آخر الخيارات السيئة لهم في مرحلة معينة، وكانوا يعتمدون على حرب الظل، بمعنى دعم الوكلاء أو الحلفاء في محور المقاومة والضغط على إسرائيل من خلال المقاومة، من خلال حزب الله في جنوب لبنان، وتحصيل مكاسب من خلال هذه الاستراتيجية. أما بعد الضربة الماضية وفي سياقات بيئة أمنية الآن إقليمية مضطربة وعالمية أيضا مضطربة، فأعتقد أن الإيرانيين ذهبوا إلى هذه الخطوة لأن واحد كما قلت هناك كان فيه خطر كبير على مصداقية القوة الإيرانية لدى الإيرانيين في الداخل كما لدى حلفائهم في المنطقة وأيضا صورتهم في العالم. عدم الرد كان سيكون رسالة ضعف للإسرائيلي الذي تصور، وأعتقد نتنياهو أساء التقدير مرة أخرى حين اعتقد بأن ضربة على الإيرانيين كما على يعني ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا ربما لن تأتي بهذا الرد الإيراني. ألم يكن ذلك جس نبض فقط؟ وإذا جاءت سأكمل أستاذ رمزي، فربما الصهيوني نتنياهو كان يراهن على جر الإيراني إلى مواجهة ليس مع إسرائيل إنما مع الولايات المتحدة الأمريكية. دعني أذكر أستاذ رمزي بأن نتنياهو كان لديه حلم منذ أكثر من 20 سنة، وكان يعد ويقول دائما بأنني سأدمر المشروع النووي الإيراني، أنا الذي أستطيع الوقوف في وجه القوى الإيرانية وتمدد القوى الإيرانية في الإقليم، حتى أنه حين عقدت الإدارة الأمريكية في زمن أوباما صفقة 5+1 أو الاتفاق النووي مع طهران، كان معارضا وكان يقول أنني يمكن إسرائيل يمكنها أن تقوم بضرب المشروع النووي الإيراني بمفردها. كل هذه الأشياء سقطت، حلم نتنياهو بأن يضرب إيران الآن أو المشروع النووي الإيراني سقط. ثم أيضا كما كان يتكلم ضيف الكريم الأستاذ يحيى قبل قليل، تبين أيضا أن هذه القوة
وهنا هذا إثبات الآن مكرر بعد ما حدث في 7 أكتوبر في طوفان الأقصى، بأن بأن هذا البعبع الكبير الذي بنى وضلل المنطقة وادعى بأنه في نهاية المطاف غير قادر أستاذ رمزي حتى حين يتم مهاجمته. وسأعود إلى نقطة مهمة جدا، بالمستويات الأقل من القوى الإيرانية. لاحظ معي أستاذ رمزي بأن الإيرانيين يعني حرصوا على أن يوجه هذه الضربة ردا على الاعتداء على قنصليتهم، ولكن بطريقة لا تؤدي إلى تدحرج المواجهة إلى حرب مفتوحة كما يتمناها نتنياهو. لذلك حتى عسكريا أستاذ رمزي استعملوا أقل قدراتهم التي كان بالإمكان أن يستعملوها لو أنهم كانوا يريدون هجوما ساحقا هدفه العسكري التدمير أو أهدافه غير الرضع وغير بناء معادلة رضع جديدة تضربني في الأرض الإيرانية، يعني القنصلية حتى وإن كانت داخل الأراضي السودانية أضربك في أراضيك بين قوسين المحتلة. ولكن الجديد أستاذ رمزي هنا أنه للمرة الأولى في تاريخ المواجهة التي كانت في الظل وأصبحت الآن في العلن وتحت الضوء بين الجانبين، للمرة الأولى الضربة تأتي مباشرة من الأراضي الإيرانية ومعلنة بتوقيع إيراني في الأسفل وليس عبر وكلائها، وهذا الذي يجعل أعتقد الصراع يدخل في مرحلة أخرى ويتجه نحو نقلة نوعية. طيب أستاذ زهير، إذن أعود إليك أستاذ يحيى. إذن طهران أكدت التزامها بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأن ردها يعتبر دفاعا عن سيادتها ووحدة أراضيها وأيضا مصالحها الوطنية أمام استخدام القوة بشكل غير قانوني والعدوان عليها. يا أستاذ يحيى، أليس كذلك؟ من الطبيعي، لكن حاولت إيران خلال دبلوماسيتها التواصل مع أن يكون بمجلس الأمن قرار للإدانة، ولكن للأسف لا فرنسا ولا إنجلترا ولا الولايات المتحدة نفذوا ذلك. لذا حقها كان بأن تقوم بواجباتها، وخاصة أنها لديها الإمكانية، وهذا حقها في المادة 51 من الميثاق الأمم المتحدة أن تدافع عن نفسها كما تفضل الدكتور مولاي. وهذا الذي قامت به لم تخرج عن أي قواعد تتعلق بشرعية وحقوق الدول في الأمم المتحدة، ولذلك هي كانت مسلحة بالقانون الدولي ومسلحة بحقوقها الشرعية. ولذا عندما قامت في هذا الرد هو رد شرعي، وأكد ذلك، وهنا تحية للقيادة للجزائر الرسمي بتأييده للرد الإيراني وتنديده بموقف بعض الدول العربية التي وقفت لصد بعض المسيرات دعما للكيان الغاصب، فتحية للموقف الرسمي الجزائري من جديد. وموقف روسيا أيضا اليوم، بوتين أقر بحق إيران بالرد ضمن القرار 51، وذلك كله يؤكد بأن على مستوى الدولي إيران ليست لوحدها، بل ليس فقط الشعوب العالم هي التي كانت طيلة أمس طول الليل ساعات عديدة تفرح لما تقوم به إيران، والشعب الفلسطيني يعيش حياة أخرى، وهو بدأ يقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن بالفعل هناك إمكانية لإزالة هذه الغدة السرطانية، وأن مشروع تحرير فلسطين أصبح بمتناول اليد، بما أن هناك دولة كإيران هي دولة عظمى في المنطقة أكدت إمكانياتها، وأكدت لشعوب المستضعفين في الوطن العربي في الأمة الإسلامية وفي العالم بأن بالفعل هناك دولة حقيقية تقف دعما للمستضعفين في الأرض وتدعم طيب أستاذ يحيى إذا أعود إليك أستاذ مولاي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن بلاده قامت بعملية محدودة
وناجحة وضربت المواقع التي كانت منطلقا لاستهداف قنصليتها في سوريا. هل في اعتقادك أن هذا الرد كان كافيا؟ بالنسبة لنا فالرد كان كافيا، لأنه الرد في الحقيقة كان موجع للكيان الصهيوني، لأنه أول مرة يضرب الكيان الصهيوني منذ سنة 1991 بعد الضربات التي وجهها العراق أنذاك إلى داخل الكيان الصهيوني. هذه ثاني دولة إسلامية، يعني إيران تهاجم الكيان الصهيوني بداخل الكيان الصهيوني. كذلك حققت الضربة أهدافها العسكرية، خاصة أنها كانت موجهة إلى قاعدتين عسكريتين كانتا موضع انطلاق للطائرات الصهيونية التي يعني قصفت القنصلية الإيرانية. يعني القبة الحديدية كما تسمى عند الكيان الصهيوني عاجزت عن يعني وقف الصواريخ والمسيرات. كذلك لا تنسى أنه إيران لم تستعمل قدرتها العسكرية يعني المتطورة جدا، ولا صواريخ الباليستية المتطورة، بل يعني صواريخ تقريبا يعني بالنسبة لإيران صواريخ عادية وليست متطورة جدا. لأنه لو استعملت إيران الصواريخ لكان دمرت الكيان ككل. يعني حتى شفنا كذلك الأهداف كانت عسكرية ولم تكن مدنية، وهذا فيه كذلك فيه تخطيط استراتيجي وبراعة من طرف الإيرانيين أن الأهداف كانت محددة وكانت أهداف عسكرية. يعني من يتحدث بأنها ضربة استراتيجية وليست فقط في شقها العسكري؟ لا، هي الضربة مهمة جدا، يعني من ناحية العسكرية هي يعني أدت أهدافها بالكامل، وبالتالي كانت الضربة استراتيجية وموجهة إلى أهداف عسكرية معينة. الضربة كذلك يعني هزت من قوة هذا الكيان الذي كان يصورونه على أساس أنه القوة التي لا تهزم والجيش الرابع في العالم من حيث التطور التكنولوجي ومن حيث القدرات العسكرية، لكن هذا كله يعني تبين أنه يعني ولا شيء. كذلك عرت الأطراف الدولية التي أبت أن تدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية ولا الهجمات يعني والقتل الممنهج ضد إخواننا الفلسطينيين، لكنها الآن تسارع إلى عقد يعني جلسة لمجلس الأمن وكذلك جلسة يعني الدول السبع الكبار في العالم. يعني وكيف سارعت الدول الغربية مباشرة إلى نجدة هذا الكيان الصهيوني رغم أنه استعملتها آلتها العسكرية. شفنا الضربة كذلك أوجعت، حتى لم توجع يعني أوجعت الكيان، لكنها أوجعت أكثر عملاء الكيان في المنطقة، سواء في المنطقة أو في الدول الداعمة لهذا الكيان. وتبين الأمر أنه الكيان الصهيوني هذا من يدعمه يعني هو مشروع كبير جدا، يعني تدعمه القوى الغربية وتدعمه كذلك الدول المطبعة للأسف، رغم يعني المجازر اللي ارتكبها هذا الكيان في فلسطين المحتلة إلا ما شفناش ولا إدانة لحد الآن، ولا يعني حتى قرار أممي. والآن تستعد هذه الدول الكبرى لاتخاذ يعني إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن هذا الأمر هيهات، لأنه إيران الآن تموقعت يعني دوليا وأصبحت لها مكانة دولية، خاصة في مستقبل العالم الذي يعني تؤول فيه هذه القوى الأنجلوساكسونية إلى الزوال. والآن فيه تشكل لعالم جديد سوف يكون لإيران موقع في هذا، لأن العالم لا يعترف بالضعيف. وبالتالي كذلك يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية كذلك عرت الموقف الرسمي الإسلامي والعربي الذي لم يتخذ للأسف ولا قرار ولا أي يعني موقف اتجاه الصهاينة. يعني بالعكس يعني ساهم في أصبح في موقف متفرج، وفي الكثير من الأحيان حتى أن شفنا للأسف بعض الدول العربية والإسلامية التي يعني قللت من شأن هذا الهجوم، رغم أنه هجوم استراتيجي وهجوم له يعني ارتدادات كبيرة باعتراف الصهاينة في حد ذاتهم أنه مس بقدراتهم وأذل كبريائهم، وكان فيه كذلك يعني فيه طمأنة للفلسطينيين الذين رأوا في الهجوم أنه دعم لوجستي ودعم معنوي كبير جدا. إيران في الحقيقة لم تكن خارج المعركة أبدا، لأنه إيران باعتراف كل الدول وحتى الكيان الصهيوني الذي هاجم إيران
لأنها تدعم حركات المقاومة، خاصة المقاومة الفلسطينية، لأن معظم حركات المقاومة تتدرب في إيران، أسلحتها إيرانية. نعم. يعني والدعم الكبير التي تلقى هذه الحركات. طيب أستاذ مولاي، قبل أن نواصل، إذن أستاذ مولاي مشاهدينا الأفاضل نمر إلى فاصل ونواصل بعد ذلك. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد. إذا نستكمل هذا النقاش، إذا الآن إلى جلسة طارئة لبحث الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، وكلمة السفير نسيم قواوي ممثل دائم مساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نستمع. حال توسع دائرة النزاع في الشرق الأوسط، لذا ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، كما نؤكد على ما جاء في بيان السيد الأمين العام للأمم المتحدة مساء الأمس، إنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى. ولقد حذرنا خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية بدمشق مطلع هذا الشهر من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال وغطرسته بالمنطقة، كما شددنا على أن ذلك العمل الخطير يمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى الصراع. واليوم تتبدأ وجاهة رأينا وصدق تحذيرنا. إن الشرق الأوسط يمر بظرف دقيق يحتم على جميع الفاعلين الدوليين أن يغلبوا فيه صوت الحكمة، من أجل أن نتجاوز معا هذه الفترة الحرجة نحو بر الأمان. ونشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن الدوليين من دون إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وخضوع الجميع للقانون الدولي. إن سياسة الكيل بمكيالين وتطويع قواعد القانون الدولي وإعطاؤها قراءات متضاربة حسب المصالح والأهواء تهدد بتقويض نظامنا الدولي المبني على سيادة القانون. إننا اليوم في مفترق طرق، فإما التمسك بالقانون الدولي دون تحوير أو مداهنة أو الانغماس في الفوضى وعدم الاستقرار. سيد الرئيس، إن أزمات الشرق الأوسط مترابطة ترابطا عضويا، ولا يمكن النظر في بعضها بمعزل عن البعض الآخر، لذا لا بد من التعاطي مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي. وإن التطورات الأخيرة لا يمكن أن تغطي على القضية المركزية، وهو الاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل بغزة، كما أنه لا يمكن أبدا أن تتخذ ذريعة أو غطاء لشن هجوم بري على رفح. ونؤكد على أن أي هجوم على رفح مرفوض تماما، ولا بد من تجنب حدوثه، فتابعاته على أمن واستقرار المنطقة كارثية. حيث نشدد على أن تهدئة الأمور بالشرق الأوسط في المدى القصير تمر وجوبا من خلال وقف فوري لإطلاق النار بغزة، ووضع حد للآلة القتل الهمجي والعقاب الجماعي في حق الشعب الفلسطيني، وأن السلم والأمن المستدامان بالمنطقة على المدى البعيد يتحققان فقط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. في هذا الصدد على مجلس الأمن أن يطلع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين والحيلولة دون تدهور الأمور أكثر، من خلال فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، ومن ثم العمل بجدية على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية. شكرا سيد الرئيس.
إذن مشاهدينا تابعنا كلمة السفير نسيم قواوي ممثل دائم مساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة في إطار جلسة طارئة لبحث الرد الإيراني على الكيان الصهيوني. إذن أستاذ زهير، الجزائر تشدد على أن تهدئة الأمور بالشرق الأوسط في المدى القصير تمر وجوبا من خلال وقف فوري لإطلاق النار في غزة. القضية المركزية الآن هي غزة. مساعد السيد السفير نسيم قواوي، نعم، في مجلس الأمن أرجع الأمور إلى نطاقها. الذي يحدث هو نتيجة. ما هو السبب؟ السبب هو العدوان والانفلات وهذا الدوس على القانون الدولي وهذه الإبادة الجارية في غزة الآن واستمرار الاحتلال منذ عشرات السنوات. سفيرنا يقول التالي: إذا أردنا أن ننهي هذه الحالة فعلينا أن نعالج الأسباب وليس فقط أن نحاول تتبع والانشغال بهذه النتائج والتداعيات، على أن النتائج والتداعيات خطيرة. وهو قال بأن لا المنطقة لا الشرق الأوسط ولا العالم بإمكانه أن يحتمل حربا أخرى، نعم، قد تكون مدمرة وقد تكون تداعياتها على كل العالم. وهذا ما صدر في بيان أمين العام للأمم المتحدة، نعم، أنطونيو غوتيريش اليوم، نعم، لأنه يدرك بأن الذي يجري خطير. نتنياهو حين راهن على جر الإيرانيين إلى مواجهة مع الأمريكان، هل غاب عن ذهنه بأن الروس والصين غير بعيدين عن ما يحدث ويترقبون، ولا يمكن للروس أن يترك هكذا فرصة لإيقاع الأمريكان في فخ؟ يدرك بايدن تماما حساباتهم، لذلك قال لا لهجوم إسرائيلي على طهران. نعم. لأنه أيضا يدرك بأن الإسرائيلي لا يمكن أن يتجرأ على هجوم أو على عمل عسكري ضد الإيرانيين من دون دعم ومساندة وانخراط مباشر ودخول مباشر للأمريكان على الخط، لأن الأمريكان يدركون حسابات نتنياهو في هذا الأمر. إذا عدت إلى كلمة السيد مساعد السفير، فهو يقول التالي: إما أن نعود إلى العمل بما توافقت عليه الجماعة الدولية من احترام لمبادئ القانون الدولي، والعودة إلى إلزام الجميع بما فيهم دولة الاحتلال التي تصرفت بعربذة من خلال قصفها لمقر القنصلية، وهو عمل حتى الأمريكان وجدوا نفسهم محرجين في الدفاع عن حليفتهم فيه، وقالوا حين وقع الهجوم بأنهم لم يستشاروا وأنهم لا يوافقون على هكذا خطوة. ولذلك حين تحدث الأمريكان عما جرى من اتصال البارحة بين نتنياهو وبين بايدن، كان لافتا تحدث وسائل إعلام أمريكية عن جملة قالها بايدن لنتنياهو: Don't do it، لا تفعلوها، بمعنى لن نغطيكم في هذا العمل ولن ننجر وننساق وراءكم ووراء حسابات نتنياهو. طبعا أكيد هذا الأمر لا يعني أنهم يتنصلون من حلفهم ومن دفاعهم، وقد أثبتوا البارحة من خلال تصديهم للمسيرات وللصواريخ الإيرانية أنهم جاهزين للدفاع عن إسرائيل، ولكن لن ينخرطوا في حرب في مواجهة إقليمية مع الإيرانيين قد تتطور وتجلب قوى كبرى أخرى مع الإيرانيين. الإيرانيين ليسوا وحدهم الآن، ليس كما غزة كما القوى كما المقاومة في غزة. ولذلك أعتقد بأن رسالة الجزائر كانت واضحة، نعم، إما أن يتحمل مجلس الأمن وكبار هذا العالم مسؤولية إعادة الأمن والسلم الدولي من خلال العودة مرة أخرى إلى إلزام الجميع وإلزام هذه الدولة المارقة، هذه الدولة المعربدة في المنطقة بالقوانين الدولية من خلال وقف عدوانها، أو ترك الأمور تتدحرج، وكما قال السيد مساعد السفير الانغماس في الفوضى وفي سيناريوهات كلها سوداء قد تزيد العالم أزمات على أزمات وحروب على حروب. ورأينا أستاذ رمزي البارحة كيف أن يعني بمجرد انطلاق المسيرات أسعار النفط ارتفعت، نعم، بمجرد أن تمت عملية الإنزال العسكري للإيرانيين على سفينة لدولة الاحتلال
مؤشرات الاقتصاد في المنطقة تهاوت أيضا. صحيح. أعتقد بأن رسالة الجزائر إما أن يتحمل هذا المجلس مسؤوليته كاملة أو ليستعد العالم للأسوأ. طيب أعود إليك يا أستاذ يحيى غدار. أستاذ يحيى، كلمة ممثل أو السفير نسيم قواوي ممثل الجزائر الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة قبل قليل في الجلسة الطارئة، قال بأن أزمات الشرق الأوسط مترابطة ترابطا عضويا ولا يمكن النظر في بعضها بمعزل عن البعض الآخر، لذا لابد من التعاطي مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمات ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي. ما تعليقكم؟ أولا تحية لممثل الجزائر في الأمم المتحدة على الذي قدمه، وهو عين الصواب، وهو يؤكد دائما على موقف الجزائر الذي يؤمن بالحق الفلسطيني وحق تقرير مصيره، ويؤمن أيضا بالقرارات الدولية التي لا تطبق. وهنا أكد أيضا على نقطة أساسية بأن هناك كيل بمكيالين، وهذه هي الأزمة الحقيقية في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بأن من يقود الأمم المتحدة وللأسف هي الولايات المتحدة والناتو، طبعا الولايات المتحدة هي تعتبر هذا الكيان الغاصب هو قاعدة متقدمة له في المنطقة، وسيعمل المستحيل حتى يحافظ عليها، وليس لديه أي رحمة على أي حد أحد من الدول المحيطة. ولذا كلام الممثل الجزائر هو كلام يلتزم بقرارات الدولية، وإيران التزمت بالقرارات الدولية، وكل ما قامت به هو ضمن القرارات الدولية والمادة 51 التي تعطيها الحق في الرد، وكان ردها على مواقع العسكرية التي انطلقت منها العملية الاستخبارية والطائرات اللي انطلقت من قاعدتين النقب رحون ونفتيم العسكرية التي تحتوي إلى طائرات F-35، فضربت مع هذه القاعدة مع المدارج المطار رامون، والقاعدة الاستخباراتية الموجودة في جبل الشيخ في حوران أيضا هي التي قصفت ودمرت. ولذا هي قامت بعمل عسكري بحت وبدقة كبيرة جدا، ولم تصب أحد من البشر وهذا من المدنيين، ولذا هي لم تخرج عن قرارات الدولية. ومع هذا كله أنا أؤكد لكم بأن الولايات المتحدة أخذت الرسالة بالرد الإيراني، ورد ليس فقط للكيان الغاصب بل أيضا هو رد وصورة للولايات المتحدة بما يمكن أن تملك الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إمكانيات، وهي التي استعملت جزء بسيط من هذه الإمكانيات، وهناك مفاجآت عديدة. وتعلم الولايات المتحدة بأن هذه الرسالة أخذتها بعين الاعتبار، ولذا هي تؤكد لنتنياهو الذي يريد جر الولايات المتحدة لحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن أكد بايدن لنتنياهو بأنه لن يكون هناك دعم لأي عدوان إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإذا تم ذلك فالجمهورية الإسلامية الإيرانية أؤكد لكم بأن على أتم الاستعداد لضرب هذا الكيان بإمكانيات هائلة ستكون بإذن الله بداية نهاية هذا الكيان. طيب أستاذ يحيى، أنا أعود إليك أستاذ مولاي بومجود. أستاذ مولاي، الجزائر تتابع هذه التطورات باهتمام وقلق بالغين، وتحذر من عواقب وخيمة حال توسع دائرة النزاع في الشرق الأوسط، ولهذا قال السفير وممثل الجزائر بالأمم المتحدة، قال ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد. ونتحدث هنا عن ردود أيضا ردود الفعل الدولية التي كانت مرحبة، وردود فعل أخرى كانت ضد هذا الرد الإيراني ضد الكيان الصهيوني. تعليقكم.
في الحقيقة الجزائر يعني من الدول التي أخذت موقفا منذ البداية، وهي الآن شفنا كلمة نائب السفير يعني وضع يده مباشرة على الجرح لما قال أنه مرض كل هذا هو الاحتلال الصهيوني في المنطقة، لأنه كل مشاكل المنطقة هي من الاحتلال الصهيوني وليس من أطراف أخرى. وهذا فيه رسالة أنه ليست إيران هي المعتدية في هذه المرة، بل الكيان الصهيوني هو الذي اعتدى على القنصلية الإيرانية، وهو كان السباق بالاعتداء، وهو الذي يمارس آلة القتل، وهو الذي يدمر، وهو الذي يقتل، وهو الذي يغتصب الأراضي، وهو الذي يعتدي على جيرانه. بالتالي يعني كل هذا يعني وضح من خلاله السفير أنه لا بد أن تكون فيه سياسة الكيل بمكيالين، التعامل مع هذا الكيان وحمايته واستعمال حق الفيتو في الكثير من المرات لإسقاط القرارات الدولية التي تدينه، بالمقابل يعني منع إيران في استعمال حقها في الرد على هذا الكيان الصهيوني الذي تمادى في غطرسته وفي همجيته. وبالتالي ردود الفعل الدولية فيها من الردود المتحفظة والردود يعني، وما أسأني كثيرا في الردود هي ردود فعل العربية، وهناك من محور التطبيع الذي يسمى هذه العمليات بالمسرحية. في الحقيقة المسرحية الإيرانية هي مسرحية قوية وأدت دورها وضربت ضربة استراتيجية، أما مسرحية العملاء فهي مسرحيات سمجة مملة، وهي مسرحيات للأسف يعني تقوم على بيع البلدان وبيع القضية الفلسطينية. وشفنا كيف هذا المحور تمادى في دعمه للكيان الصهيوني، لم يبقى فقط موقف متفرج، بل أصبح مساهما وموغلا في قتل الفلسطينيين وفي تدمير الفلسطينيين وفي إنهاء القضية الفلسطينية. لكن هيهات هذا لن يتأتى ما دام أنه فيه دول أخرى لها كذلك الموقف الحازم. على رأس نذكر هنا الجزائر التي اتخذت موقفا حازما في مجلس الأمن وقارعت الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأتت بالقرارات تلو القرارات لإدانة هذا الكيان ولوقف هذا العدوان، ولم تترك شاردة ولا والدة ولا أي منفذ إلا واستغلته واستعملته الجزائر للدفاع عن القضية الفلسطينية. ربما في بعض كذلك بعض الدول التي ما زالت يعني تدعم القضية. ومثل الجزائر قال أيضا أستاذ مولاي بأن سياسة الكيل بمكيالين وتطويع قواعد القانون الدولي وإعطاؤها قراءات متضاربة حسب المصالح والأهواء تهدد بتقويض نظامنا الدولي المبني على سيادة القانون. لأنه احنا قلنا أن المادة 51 يعني من 7 من ميثاق الأمم المتحدة يعني تتيح لإيران استعمال هذه يعني الدفاع عن نفسها، وبالتالي الاعتداء على القنصلية هو اعتداء على الأراضي. والولايات المتحدة الأمريكية كما أسلف الدكتور زهير يعني تعي أنه المعتدي في هذه المرة هو الكيان الصهيوني، لأنه اعتداء على القنصلية واعتداء على أراضي الدولة. وبالتالي كان فيه الرد كان طبيعي، وكان والرد كان من حق إيران أنها ترد. طيب أستاذ زهير، إننا اليوم في مفترق طرق، فإما تمسك بالقانون الدولي دون تحوير أو مداهنة أو الانغماس في الفوضى وعدم الاستقرار. نعم، لأن الذي يحدث خطير بكل المقاييس خطير، وحتى إذا كان الإيرانيون الآن يردون بطريقة يقولون أنها منضبطة وبطريقة تحاول أن تمنع تدحرج المواجهة إلى حرب مفتوحة لا يريدونها في تصوري الآن، كما أن الأمريكان لا يريدون الانجرار وراء مواجهة ضد الإيرانيين الآن لأسباب كثيرة. ولكن لا أحد أستاذ رمزي باستطاعته كما يعلم الجميع التحكم في منحى توتر متصاعد الآن، خاصة مع وجود نتنياهو هذا المجنون الآن الذي يمكن أن يفعل أي شيء حتى ضد بين قوسين كيانه دولته لأجل أن ينجو بنفسه أو أن يجد ما يتوهم أنه مخرج من معضلته ومعضلة الكيان التي وضعها فيه أو وضعه فيها بعد 7 أشهر الآن من عدوان متواصل بلا نتائج بلا أفق سياسية لحكومته. أعتقد بأن الإيرانيين أيضا الآن يعني اتجهوا أو رسالتهم أيضا واضحة، الذي يخرق قواعد وخطوط حمر مثل ما فعل
فعلت حكومة الاحتلال بضرب مقار دبلوماسية وقنصلية محرم يعني الحاق الأذى بها أو الاعتداء عليها في القانون الدولي، نعم. سنواجهه طبعا في مقابل أن مجلس الأمن عجز، أستاذ رمزي كما قال مساعد سفيرنا قبل قليل على أن يدين كما رأينا قبل أيام هذا الفعل أو هذه الحركة المجرمة. فالإيرانيون يقولون بأننا أيضا جاهزون إذا كانت قوة القانون غير نافذة على هذا الكيان، فإن قانون القوى نستطيع أن نلعب به ويمكن أن نذهب في هذا الاتجاه، ومن يتجاوز معنا خطوط حمر سنتجاوز معه خطوط حمر. لأن الإيرانيين ماذا فعلوا هذه المرة؟ تجاوزوا خطوط حمر، وهي أنهم كما قلت قبل قليل لم يهاجموا دولة الكيان مسبقا أو قبل الآن من الأراضي الإيرانية بطريقة معلنة بتوقيع إيراني، إنما كانوا يديرون الصراع عبر الحلفاء أو الوكلاء، وكل طرف كان يحرص على عدم الوصول إلى نقطة الانفجار أو المواجهة المباشرة والخروج من المواجهة في الخفاء وفي الظل والخلفية. طبعا إذا لم تتمكن إدارة، وأنا أعتقد بأنها إلى حد الآن أثبتت بأنه في نهاية المطاف هذا الكيان عاجز على أن يدافع عن نفسه بمفرده، ليست لديه قوة ذاتية يستطيع من خلالها وبها أن يواجه ما يقول أنها مخاطر وأعداء محيطين به. في كل مرة إسرائيل تلجأ كما رأينا بعد 7 أكتوبر إلى طلب المعونة من رعيتها من حلفائها، نعم. كما في هذه المرة أيضا الذي حدث أيضا أستاذ رمزي هو إثبات كما قلت أن هذه دولة بدون تغطية الآخرين يبدو أنها في المتناول وبإمكان خصومها أن يلحق بها الأذى الشديد. ولذلك رأينا أن قرار الرد كان ممنوعا عليهم أن يردوا، لأنه في نهاية المطاف قرار مرتهن للإرادة الأمريكية التي الآن لحسابات كثيرة قالت لتل أبيب لا يمكنكم أن تردوا، ولأن تل أبيب نتنياهو الآن أمامه خيارين فقط لا ثالث لهما، إما الرد بطريقة تذهب بالمنطقة إلى حرب مفتوحة قد تؤدي إلى الدمار في الجانبين إسرائيل كما في الإيرانيين هذا لا شك في ذلك، أو أن تبتلع هذه الضربة التي جاءت ردا على حماقة ارتكبتها وجعلتها حتى مع حليفاتها يعني في موقف محرج، وتمررها في انتظار جولة طيب. أخرى من المواجهة مع الإيرانيين. أعتقد طيب. بأن الإيرانيين هذا رد على الذين يقولون أنها يعني ضربة، لا، الإيرانيين أثبتوا مرة أخرى بكل موضوعية أنهم دولة لديها عقل يستطيع أن يشكل الفعل وردود الفعل بطريقة محسوبة ودقيقة، أنهم دولة براغماتية طيب. وفي نفس الوقت حين يتطلب الأمر أن يظهروا القوة ويستعملونها الرسالة كانت نحن جاهزين لهذا الأمر، ورسالة كانت واضحة أستاذ زهير. إذن لعل ذلك أستاذ رمزي لو تسمح لي فقط في الجملة هذه، لعل ذلك أيضا يذكرني بحكمة لواحد من أوائل الاستراتيجيين في العالم سان تزو الصيني الذي قال جملة شهيرة في الاستراتيجية: إذا أردت أن يعني تتجنب استعمال قوتك فأظهرها. الإيرانيين أظهروا بأنهم لديهم القوة حتى يمنعوا الانجرار نحو مواجهة طيب. مع الإسرائيليين. طيب أستاذ زهير، إذن أعود إلى أستاذ يحيى غدار. أستاذ يحيى، كلمة الجزائر أيضا بمجلس الأمن اليوم، قال ممثل الجزائر إن السلم والأمن المستدامان بالمنطقة على المدى البعيد يتحققان فقط من خلال تحقيق أو تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. الجزائر دائما تطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الكامل أستاذ يحيى. واضح بأن الجزائر ما زالت تؤكد على أنها جزء من هذه المنظومة الدولية وجزء من الأمم المتحدة، وهي لها تاريخ
من النضال ومن المقاومة وجه الاستعمار وجه الاحتلال وجه الظلم. فالجزائر لها يعني هي تعطي المثل بوقوف مع المظلوم في وجه الظالم ووجه المحتل، وهذا الطبيعي الذي تقدمت به في الأمم المتحدة اليوم. ولكن يجب أن نكون على علم أيضا بأن نحن نتكلم ونقول بأننا ملتزمون بقرارات الدولية وبشرعة حقوق الإنسان وشرعة الدول، ولكن الذي يقود هذا العالم للأسف هي الولايات المتحدة التي تنهار تدريجيا وتخسر أوراق تدريجيا. والذي حصل بالأمس هي خسارة ليس فقط الرد الإيراني، وليس فقط خسارة للكيان الغاصب، بل أيضا خسارة للولايات المتحدة. وأنا أقول لكم بأن الرسالة وصلت للولايات المتحدة التي أوضعت كل إمكانياتها لمنع إيصال أي مسيرة إيرانية أو صاروخ باليستي أو مجنح إلى الكيان الغاصب، وفشلت بذلك. وهي تعلم بأنها لا يمكن أن تخوض أي حرب بوجه إيران، لا يمكن، وهذا خط أحمر. ولذا أقول نعم لكم نعم أستاذ يحيى لكن نحن نتحدث الآن عن غزة وفلسطين. أستاذ يحيى، نتحدث عن بأن الآن الجزائر تطالب دوما عبر جميع المنابر بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الكامل دون نقصان. صح، نحن حبيت حط الجو أنه المشكلة أنه مش للأسف ليس الوطن العربي والقيادات العربية موحدة في هذا القرار. هناك دول عربية عديدة مطبعة مع الكيان الغاصب وتدعم هذا الكيان، وأكثر من ذلك هناك هيمنة على قرارات المجلس الأمن والأمم المتحدة من الولايات المتحدة، ولو أن هذه الهيمنة تخف كل يوم أكثر من يوم. الذي أردت أن أقوله بأن علينا على قرارات الدول كالجزائر التي نحترم قراراتها والتي ستسعى دائما أن تلتزم بقرارات الدولية، ولكن للأسف الشديد الذي يقود القرارات الدولية لن يذهب لتنفيذها إلا إذا كانت هناك قوة حقيقية تفرض على هذه الدولة الولايات المتحدة بأن نعم الشرعية الدولية والقرارات الأممية. هذا ما نتحدث عنه أستاذ يحيى. صحيح، والذي حدث بالأمس ولو أنه صورة نظيفة بأن قواعد عسكرية فقط، ولكن هي رسالة للولايات المتحدة بأن هذه المرة عليها أن تمنع هذا الكيان، ولو أن لم يعد بيد نتنياهو سوى إشعال الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وهو سيخسر هذه الورقة. وأنا أعتقد، أنا متفائل بأن نتنياهو سيسقط في داخل الكيان الغاصب، والعدوان على غزة سيتوقف، وهذه هي الخطوات نعم. أيضا من قرارات ستفرض على الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك الأستاذ يحيى غدار الأمين العام للتجمع العالمي دعم خيار المقاومة، شكرا جزيلا كنت معنا من بيروت. إذن مشاهدينا الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في حديث الجزائر. إذن نستكمل هذا النقاش معك أستاذ والدكتور مولاي بومجوط، ولكن قبل ذلك نرحب بالدكتور فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي معنا من باريس. أهلا وسهلا بك دكتور فيصل. أهلا وسهلا، مساء الخير.
مرحبا بك أستاذ فيصل، تفضل بالبقاء معنا. أستاذ بومجود، دائما نبقى في كلمة الجزائر بمجلس الأمن حول الجلسة الطارئة لبحث الرد الإيراني على الكيان الصهيوني. إذن تؤكد أو تشدد الجزائر دائما على أن تهدئة الأمور بالشرق الأوسط في المدى القصير يجب أن يمر على وقف الإطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا وضع الاستقرار في كامل فلسطين وفي كامل المنطقة. موقف الجزائر واضح منذ البداية أستاذ بومجود. الجزائر دعت مباشرة يعني بدون مواربة ولا يعني يعني ولا تخفي، دعت مباشرة إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين للأراضي الفلسطينية، وبالتالي يعني مباشرة كما نقولون يعني راحت إلى الهدف مباشرة، وهو لابد من إنهاء الاحتلال ووقف العدوان ويعني إيجاد حل كامل للقضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية، وهذا ما دعت إليه الجزائر، وعدم يعني الكيل بمكيالين بين ويعني تحليل النصوص القانونية الدولية كل من وجهات نظره، لكن لابد من تسمية الأمور بمسمياتها، وبالتالي إن هذا الاحتلال الذي هو سبب كل المشاكل الموجودة الآن في منطقة الشرق الأوسط، منطقة العربية، فيعني لابد من تفعيل القانون الدولي، لأنه شفنا هذا الاحتلال منذ سنة 48، القرارات الأممية كلها التي صدرت يعني ضرب بها عرض الحائط، يعني لا يعير القرارات والقوانين الدولية أي اهتمام، يعني يمارس عنجهيته وظلاميته وقتله وتدميره واحتلاله للأراضي وتهجيره للشعب الفلسطيني الأعزل، وشفنا قتله للأطفال والنساء يعني وضربه للمنشآت والمؤسسات دون يعني مراعاة لا للقانون الدولي ولا للأعراف الدولية، وبالتالي يعني كان خارج أي عقاب، وهو يعني في منأى عن أي عقاب دولي، وبالتالي شفنا أن الجزائر كانت فيه رسالة مشفرة ومبطنة لما قامت به إيران، هو رد طبيعي يعني لأنه كان فيه استهداف واعتداء على أراضيها، لأنه القنصلية هي بمثابة أراضي الدولة كما أسلفنا، بالتالي يعني الرد الإيراني كان رد طبيعي. ف إذا كان لابد من إدانة فهي إدانة للاحتلال، وإذا كان لابد من حل المشكلة فليس على 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 الأطراف الأخرى ولا الحل مع الإيرانيين، بل هو الحل يكمن في فلسطين المحتلة وفي إنهاء هذا الاحتلال. وبالتالي الجزائر منذ يعني دخولها إلى مجلس الأمن يعني وهي شفناها كيف قدمت الكثير من مشاريع القرارات إلى هذا المجلس لإنهاء العدوان، ليس لإنهاء العدوان فقط بل حتى إيجاد حل كامل للقضية الفلسطينية، وهذا تعمل عليه الجزائر. وشفنا السيد الرئيس لما أشار السيد الرئيس عبد المجيد تبون أشار إلى ذلك مباشرة لما قال في خطابه ليس يعني هدفنا وقف العدوان فقط بل هو إيجاد حل كامل وجذري للقضية الفلسطينية، وهذا ما تعمل عليه الجزائر في إطار الشرعية الدولية. وتعي الجزائر أن هذه الأطراف، لأنه شفنا الرسالة اللي وجهها نائب السفير رسالة مباشرة أن هذه الأطراف تكل بمكيالين، تترك موضع يعني موضع الخلل ويعني يعني وتترك القضية المركزية اللي هي القضية الفلسطينية، والآن تريد جرجرة المنطقة إلى مشاكل جانبية يعني وافتعال مشاكل مع أطراف إقليمية على لإخفاء أو للمدارات عن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان الصهيوني، ومحاولة التغطية عن هذا الكيان الصهيوني عن طريق جرجرة المنطقة إلى مشاكل هامشية وإلى صراعات هامشية. طيب أمر الآن إلى دكتور فيصل الكاتب والمحلل السياسي معنا من باريس. أستاذ فيصل، الجزائر لها أو سبق لها وأن حذرت خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال الصهيوني وغطرسته في المنطقة،
واليوم هو أيضا يواصل في عدوانه على غزة ويستفز العديد من الدول أو دول أخرى، دول في المنطقة. هل هذا أو هذه الاستفزازات الآن وتحذير الجزائر من هذه أو هذا التصعيد، كيف تراه اليوم أستاذ فيصل؟ الموقف الجزائري يعني يتجه نحو مسألتين أساسيتين متكاملتين. المسألة الأولى كما تفضلت حضرتك تتركز على الوضع المتفجر على الأرض والناجم أصلا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة والحقول من طرف إسرائيل دون أي تسوية تتيح وقف النار وبالتالي تجميد الحرب القائمة. الجزائر تدين هذا باستمرار وفي عدة مناسبات. والمسألة الثانية تتصل بعجز المؤسسة الدولية مجلس الأمن عن التصرف بعدالة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يدور، وهذه العدالة المطلوبة يتم التعامل معها وفق ازدواج المعايير. الجزائر أدانت اليوم ازدواج المعايير، وكان هناك نوع من التوافق بين الجزائر وروسيا الاتحادية. روسيا أيضا أدانت ازدواج المعايير وأضافت إلى ما قاله المندوب الجزائري أن هذه الجلسة هي مسرح للنفاق، وأظن بأن الجزائر لم تذهب إلى هذا الوصف، لكن ازدواج المعايير هو أيضا شكل من أشكال النفاق. إذن نحن إذا موقف جزائري طبيعي، يعني الجزائر تلعب دائما هذا الدور، والدبلوماسية الجزائرية كانت باستمرار تركز على وجوب الابتعاد عن ازدواجية المعايير وعن النفاق الدولي والبحث عن عدالة. مع الأسف الشديد المؤسسات الدولية قلما يعني ولهذا أستاذ فيصل قال ممثل الجزائر بأنه على مجلس الأمن أن يطلع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين والحيلولة دون تدهور الأمور أكثر من خلال فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، ومن ثم العمل بجدية على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. نعم هذا صحيح، لكن عندما يعني تنتقد الجزائر ازدواجية المعايير فهي تريد القول تلميحا وليس تصريحا أن هناك في مجلس الأمن من يرعى ازدواجية المعايير، من يعطي إسرائيل والمقصود بذلك الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما الذي يعطي إسرائيل الذي يغطي انتهاكات إسرائيل، الذي يمنع إدانة إسرائيل، الذي يعني لا يريد حل للقضية الفلسطينية، حل الدولتين إلا بمشيئة نتنياهو. هذا الأمر أدانته الجزائر وأن بكلمات يعني ليس بكلمات دبلوماسية، لكن وضعت النقاط عليه، وأعتقد بأنه الجزائر ليست لوحدها في هذا المجال. هناك موقف الصيني أيضا يذهب في هذا الاتجاه، هناك الموقف الروسي، لكن نعم. مع الأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية دائما تغطي جرائم إسرائيل وتعطل العدالة الدولية عبر الذي يطلبها الجميع عبر مجلس الأمن. نعم دكتور فيصل جلول تفضل بالبقاء معنا. أستاذ زهير، الجزائر أبلغت الرسالة وبلغت الرسالة بكلمات دبلوماسية قوية كما تحدث دكتور فيصل. بالتأكيد أستاذ رمزي،
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ممثلون وحتى قيادة البلد ورئيس دبلوماسيتها بهذه اللغة. نحن كما قلت ننظر إلى الموضوع في أسبابه، في جوهره، في عمقه، ونقول بأن الذي يجري هو نتائج لسياسات المحتل لعشرات السنوات، من عربدة المحتل لعشرات السنوات من سياسات تغطيها قوى في الغرب على رأسها واشنطن، كانت تؤمن لدولة الاحتلال كل الدعم الدبلوماسي، وحتى حين تدخل في مواجهات مع المقاومة أو مع خصومها فالجسور الجوية كانت تأتي دائما في 67 في 73، ولكن مع طبعا خلافات أو اختلافات الآن يأتي الأمريكي لكي يدافع وليس لكي يؤمن اعتاد الهجوم على الآخرين، وهذا الذي يصنع الفارق في السياقات الآن. والجزائر استشرفت الوضع ودعت مجلس الأمن إلى وضع حد لهذا الكيل. هي مجلس الأمن كله، نتذكر أستاذ رمزي حين قدمت الجزائر مشروع قرارها قبل مدة، الجميع كان معها إلا دولة واحدة. الأستاذ جلول كان يتكلم يشرح ما لا يقال في على طاولة مجلس الأمن، أو يقال تلميحا كما قال الأستاذ جلول قبل قليل بعبارات دبلوماسية. الجزائريين يتحدثون ويقولون بشكل موضوعي وبلغة يعني تؤكد مرة أخرى أننا دولة لا نتكلم تحت الضغط ولا نستجدي ولا ننافق ولا نداهن أي طرف آخر. نعم. ونقول أن هذا العالم إذا أرادت واشنطن التي تسببت بهذا الدعم الذي جلب عليها أستاذ رمزي، خلينا نعود نرجع أيضا إلى حتى ما جرى في اليومين الآخرين. نعم. حين يقول بايدن في اتصاله بنتنياهو البارحة أنكم إذا قررتم الهجوم لن نكون بجانبكم، وأنكم حين تأخذون قرارات انفرادية لا تتوقعوا أننا نغطيكم دائما، هذا يعني أن هذه الدولة أيضا أوصلت نفسها من خلال هذا الدعم غير المشروط على مراحل وفي سنوات ولسياسات داست على القانون، داست على الأخلاقيات، داست على الإنسانية، حتى داعمة لإبادة كل العالم قال أنها إبادة جماعية مروعة. لا شك أن الولايات المتحدة فقدت أخلاقيا سلطتها بين قوسين الأخلاقية في أن تتحدث الآن عن القانون وعن الشرعية وعن أن مجلس الأمن عليه أن يدين ما وقع من قبل طهران ضد تل أبيب، ثم أن هذا الغرب أيضا الذي يعني كسر رؤوسنا وكسر رؤوس العالم بحكاياته عن حقوق الإنسان وعن احترام القانون، معنا نحترم القانون الدولي ونحترم حقوق الإنسان وتملص الآخرين، ليس معنى أننا ندعو الجميع إلى التملص، لأنه هذا يعني كما قلت ربما في مناسبات سابقة أننا سندخل في شريعة الغاب، ونحن أبدا ولا لا 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 يمكن أن نكون من الداعين إلى أن يتحول العالم إلى شريعة الغاب. لا. الذين يدعون بالأفعال وليس بالأقوال إلى أن يتجه العالم نحو الفوضى وشريعة الغاب هم دولة الاحتلال، هم حلفاء دولة الاحتلال، هم الذين يغطون بسكوتهم أو بدعمهم لدولة الاحتلال وعربدتها في المنطقة. لذلك الدعوة إلى أو الخيار قبل قليل كما سمعنا على لسان مساعد السفير قال العالم لديه خياران، إما أن يلزم هذا الدولة المارقة، خلينا نستعمل اللغة اللي كانوا يصفون بعض دولنا في المنطقة بها، هذه الدولة المارقة التي لا تحترم قانونا ولا تحترم عرفا ولا تحترم قواعد اجتمعت عليها الجماعة الدولية وأسست للنظام الدولي منذ عشرات السنوات، هذه إما أن تلزمها، والجهة الوحيدة القادرة الآن على إلزامها هي الدولة التي ترعاها وتحميها وتوفر لها كل ما يلزم لأجل أن تعربد، لأننا قلنا في البداية أن ما حدث في 7 أكتوبر وما حدث البارحة يثبت للمرة الألف بأن هذه دولة من غير الرعاية والدعم غير المشروط لواشنطن وبعض الحلفاء الآخرين، باريس ولندن من بينهم وربما دول أخرى في المنطقة بكل أسف، فهذه الدولة لا تستطيع الكثير. والدليل أنه نتنياهو أستاذ رمزي لاحظ معي البارحة منع حتى وزراءه
من الحديث عن عملية ضد أو احتمال أن نقوم بعملية ضد إيران ويكون قد انصاع والذي اجتمع بهم اليوم. أستاذ نعم، ولكن في نهاية المطاف هناك يعني الأمور واضحة الآن. نتنياهو حين يأتيه الأمر من سيد البيت الأبيض بأن توقف والزم حدودك وهذه هي الخطوط، لا يمكن أن يذهب في مواجهة. وهذا يذكرنا أستاذ رمزي، هذا يذكرنا بشي قالوا بن غوريون في سنوات سابقة لواحد من 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 قياداته حين أراد أن يقوم بعملية، لا أذكر الآن السياقات، قالوا هل تأكدت من دعم واشنطن أم لا؟ إذا تأكدتم من أنهم سيكونون معنا افعلوا، إذا كانت الأمور غير واضحة إلى حد الآن تريتوا. إذا نحن نعرف إلى حد ما الآن نبقى في ما هي قواعد التي تحكم سلوك هؤلاء. لذلك الجزائر حين تحمل واشنطن مسؤولية أن ترضع هذه الدولة وأن ترجعها إلى القانون وإلى العرف وإلى القواعد، هذا هو الضامن أن نعود إلى السلام والأمن وإعطاء الحقوق للفلسطينيين. إذا استمرينا في هذا النفاق وفي هذا الكيل بالمكيالين وفي التباكي على الأوكرانيين وفي كلام آخر حين يتعلق الأمر الفلسطيني، طيب، فلا شك أن العالم سيذهب في اتجاهات أخرى. طيب، أعود إلى دكتور فيصل جلول. أستاذ فيصل، قراءتكم للمرحلة المقبلة أستاذ فيصل؟ بالنسبة للمرحلة المقبلة بيت واضح الآن أن إسرائيل ليست قادرة على أن تلعب دور الضحية ودور الجلاد في آن ما. ليس بوسعها أن تقتل 30,000 أكثر من 30,000 فلسطيني، 90% أو 98% منهم أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين، وفي ذات الوقت تتظلم في مجلس الأمن للقول أنها دولة اعتدي عليه. هذا يعني نوع من النفاق الذي لا يمكن أن يستمر. إذا كان لا يمكن أن يستمر، على الولايات المتحدة الأمريكية إذن أن تتعظ وتضع وتجد مخرجا للوضع في غزة. الوضع في غزة وصل إلى مأزق لا يمكن معه أن يكون حل عسكري. إذن لابد من حل تسوي، حل سياسي. وفي واشنطن ربما هناك قناعة الآن بوجوبها إيجاد حل سياسي. ما حصل بالأمس من هجوم بالمسيرات الإيرانية كان استعراض قوة لدولة في الشرق الأوسط تستطيع القول من الآن فصاعدا أنها جديرة بأن تحترم وبأنها تعمل تحت سقف القانون الدولي وبأن دعمها لغزة وما حصل بالأمس يمكن أن يساعد على إيجاد تسوية سياسية في غزة وربما لما لا تسوية باتجاه حل الدولتين. إيران ليست دولة مغامرة بدليل أنها تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وكثيرون سخروا منها من مقولتها بالصبر الاستراتيجي وما شابه ذلك. وبعد عشرات الاعتداءات قالت بالأمس أنه كفى. بمعنى ذلك بأن إيران أجبرت على الرد. نعم نعم، ومعنى ذلك أن الجيوبوليتيك الجديد في الشرق الأوسط ما عاد يسمح لإسرائيل بأن تفرض ما تريد بالقوة وبأن تبقى في هذه المنطقة اللاعب الذي يوزع شهادات ويقيم تحالفات يدعي فيها أن العالم العربي معه وأن العرب معه. وقد شهدنا بالأمس كيف أن المملكة العربية السعودية حافظت على الاتفاق مع إيران واجتاز هذا الاتفاق اختبار ناجح، والذين وقفوا مع الأسف مع إسرائيل بالأمس كانوا دولة أو اثنين من الذين يعني عملوا اتفاقات سلام وتطبيع. طيب أستاذ فيصل، ولا يعول عليهم. طيب أستاذ فيصل، نحن الآن أمام
نحن أمام سيناريو عفوا نحن الآن أمام سيناريو ينطوي على احتمالين لا ثالث لهما. نعم. الخيار العسكري في غزة الذي يعني أشعل المنطقة ما عاد مجديا بالنسبة للجميع، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد السير في هذا الاتجاه وتبحث عن حل، والخيار العسكري أيضا بالرد على إيران من طرف إسرائيل ما عاد ليس متاحا، وإن كان هناك مغامرة لدى جناح إسرائيلي فالولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها لا تريد لهذه المغامرة أن تتم. إذن نحن أمام سيناريو خط واحد هو إيجاد تسوية لغزة، وتسوية ربما تكون من حسن الحظ ربما بشروط أهل غزة. طيب أعود إليك أستاذ مولاي، هل حققت طهران أهدافها وهي التي قالت بأن العملية انتهت وهي بمثابة عقاب فقط للكيان؟ أكيد أن إيران حققت أكثر من هدف، لأنه الأهداف التي سطرتها إيران من خلال الضربة كلها تحققت على الأرض. شفنا يعني سواء يعني صوابية الرد الإيراني وكذلك عدم خروجها على الشرعية الدولية والقوانين الدولية، كذلك يعني حققت هذه الضربة أنه فيه يعني أسست لأنه فيه سوف يكون فيه تسوية لغزة لوقف العدوان، وكذلك وفق شروط المقاومة سوف يكون لإيران كذلك الدور الكبير في هذه المسألة، لأنه كما سلف يعني وذكرنا يعني أنه العالم هذا أو العالم الغربي لا يعترف إلا بالقوي، وإيران برهنت على قوتها ليس فقط من خلال الضربة العسكرية الموجهة للكيان الصهيوني، كذلك من خلال دعمها للمقاومة يعني بكل أشكال الدعم، سواء الدعم العسكري سواء الدعم المادي سواء التدريب سواء التسليح. يعني في الحقيقة الضربة العسكرية الإيرانية أدت ما هو مطلوب منها، كنا نود أن هذه أن هذا أن هذا الأمر يتم من طرف يعني الدول العربية التي هي أقرب وهي التي هي التي يجمعها. ولهذا الموقف الجزائر يقول بأنه يدعو إلى جميع الأطراف إلى ضبط النفس. هذا هو، لأنه الجزائر في الحقيقة أخذت على عاتقها يعني الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وقالت يعني الآن يعني الجزائر كانت يعني صريحة لأنه يعني ضبط النفس معناه لجم هذا الكيان، يعني الرسالة موجهة إلى الطرف الأمريكي والأطراف الغربية التي تدعم هذا الكيان الصهيوني، بل هي صاحبة المشروع في المنطقة، وهي التي تقوم بهذه الأعمال العدائية ضد دول المنطقة وضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي الرسالة موجهة إليهم. ضبط النفس معناه لجم هذا الكيان أو هذا الكلب العقور الذي ينهش في كل اتجاه، يعني والآن يعني مباشرة الرسالة يعني الكرة في ملعب الطرف الآخر، الطرف الأمريكي الذي لا بد عليه من يعني وضع حد لهذا الكيان الصهيوني، وكانت فيه الرسالة واضحة من طرف الأمريكان أنهم لا يريدون جرجرة المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، وبالتالي الحل بات قاب قوسين أو أدنى، الحل في غزة، وأن ربما يكون فيه يؤسس لحل كامل للقضية الفلسطينية ولو على مضض من طرف الأطراف الغربية. وشفنا الأطراف الغربية لما شافت أنه الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف في قطاع غزة رغم القوة التي دعم بها، ورغم وجود حتى قوات المارينز وقوات غربية على الأرض، وكذلك رغم التسليح ورغم الدعم اللوجستي والدعم المادي ورغم يعني الدعم على مستوى المؤسسات الدولية، إنه لأنه لم يحقق أي هدف، ووقفت المقاومة يعني بصمود وبقوة كبيرة جدا، ويعني كشفت عورات
هذا المجتمع الغربي الذي يكيل بمكيالين في كل مرة كما وصفها نائب السفير، وبالتالي هنا أصبح لا مناص من حل في 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 غزة وكذلك حل لهذه القضية الفلسطينية. لذا شفنا أطراف غربية تتكلم عن حل الدولتين، رجعت إلى الكلام عن حل الدولتين، كذلك حتى فيها أطراف غربية دعمت يعني موقف الجزائر، الجزائر التي دعت إلى أن فلسطين تكون دولة كاملة العضوية داخل الأمم المتحدة، وإذا كانت فلسطين دولة كاملة العضوية بالتالي والجزائر أيضا قال بأن التطورات الأخيرة أي اعتداء عليها سوف يكون اعتداء على عضو من أعضاء الأمم المتحدة، وبالتالي يمنحه القانون الدولي ويمنحه مجلس الأمن. ولهذا الجزائر تستهدف أنه يكون فيه تكون فلسطين دولة كاملة العضوية. شفنا استقبال السيد الرئيس سواء المكالمات الهاتفية بينه وبين الرئيس محمود عباس أو استقباله لوزير الخارجية وكذلك رئيس وزراء الفلسطيني اليوم في الجزائر، كلها رسائل دعم كبيرة جدا، وأن الجزائر تسعى في هذا الإطار وأنه فيه حل بات قريب جدا للعدوان في غزة وللقضية الفلسطينية بأكملها. طيب ولهذا أستاذ زهير التطورات الأخيرة لا يمكن أن تغطي القضية المركزية وهي الاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل بغزة، هذا ما قال أو ما قاله ممثل الجزائر بمجلس الأمن. صحيح، لأنه مرة ثانية هذا هو أصل الموضوع. نعم. هذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، لأنه ما وقع البارحة أيضا هو فرصة أستاذ رمزي للجميع لكي يطرح السؤال التالي على نفسه، ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع؟ نعم. الاحتلال وعربدة الاحتلال وعدوان وإبادة مستمرة دون أن يقف العالم أو لنقل القوى الأولى في العالم القادرة على أن توقف هذا العدوان أن تقف جديا وتقول له كفى انتهى، علينا أن نجد أو أن ندخل في حل آخر، أعطيتم فرصة كبيرة لم تحققوا شيئا، يجب أن نذهب إلى تسوية تنهي هذا الجنون الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الوضع في كل المنطقة وإلى توسع الحرب. هذا الأمر الذي منذ البداية أستاذ رمزي كنا دائما نتكلم عليها. نعم. الأمريكان كانوا يقولون بأننا نفعل كل شيء من أجل ألا ينتشر وتتوسع الحرب في كل المنطقة. إذا أردنا حل مستدام وأن يعود السلام إلى ربوع تلك المنطقة على الجميع، فالحل في إنهاء الاحتلال، في إعطاء الفلسطينيين حقهم كما قال ممثلنا، في أن يقيموا دولتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ولحتى ما عرضه العرب ورفضه الصهاينة في أكثر من فترة. علينا أن نذكر هذا العالم أن الذي يرفض السلام ليس العرب، ليس الفلسطينيون، إنما هم الصهاينة وداعميهم الذين يتصورون بأن القوة ومنطق العربدة يجعلهم في حل من هذه العروض، ويتوهمون بأنهم قادرين على تركيع المنطقة وجعلها تلتزم بإملاءاتهم من ألفها إلى إيها. هذا الوضع الآن يختلف وينتهي أستاذ رمزي. ثم يعني أعتقد أنه الإيرانيين أيضا أستاذ رمزي كما قلت لم يردوا إلا بقدر مضبوط ومحدد، وتصور معي كما قالت دراسة لإحدى مراكز البحوث تكلمت عنها سنفصل في هذه الدراسة بعد قليل أستاذ زهير، معذرة نمر إلى فاصل، نمر إلى فاصل فقط أستاذ زهير وسنكمل هذا النقاش مشاهدينا، فاصل ونعود. يلا أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أعود مباشرة لك أستاذ زهير لتستكمل الفكرة. نعم، قلت تصور معي أستاذ رمزي أن هناك وضع مستجد الآن في المنطقة، تصور معي أن الرد الإيراني الآن كان في حدوده الأدنى، وكما قلنا كان فقط يريد أن يرسل رسالة أنه تجاوز الخطوط الحمر سيكون في مقابله تجاوز الخطوط الحمر، أننا الآن قادرين
على أن نرفق الأقوال بالأفعال وليس فقط التهديد. وهذه بروفا لما يمكن أن يأتي إذا تجرأتم على الرد على الرد. وكنت سأشير إلى وضع تكلمت عنه صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية عن حالة من الهستيريا من الرعب في الأيام الماضية، وهم ينتظرون منذ وقوع ضربة على القنصلية الإيرانية، وهذا من خلال الحشد الإعلامي الذي سبق العملية. الخوف والرعب عند الإسرائيلي كان هناك مظاهر قلق وانتظار لما ستقوم به إيران، بل أنه كما قلت دراسة قالت بي 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 بالإضافة إلى 500,000 إسرائيلي ترك الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر. هذه إحصائيات دقيقة تركها. هناك من سئل إذا ما حصلت إيران على السلاح النووي ماذا سيكون رد فعلك؟ وربع ساكنة إسرائيل، أستاذ رمزي، هذه معطيات يمكن العودة إليها في صحافة العبرية، وربع ساكنة إسرائيل قالوا بأنهم سيغادروا لدولة الاحتلال نهائيا، مش يروحوا ثم يعودوا يرجعوا، نهائيا أستاذ رمزي. إذن هناك هشاشة حقيقية داخل هذا المجتمع بينتها عملية 7 أكتوبر الماضية. هناك هشاشة على عدة مستويات. لذلك أعتقد أيضا بأن الإيرانيين وهم كما قلت قبل قليل يدرسون جيدا الوضع، ويعني يستغلون هذه الظرفية الدقيقة أيضا حين قرروا أن يهجموا، يعرفين بأن هناك هشاشة في الداخل الإسرائيلي الآن مع هذا الإجهاد الكبير بعد 7 أشهر من حربهم وعدوانهم، وهذه المقاومة البطولية لأهلنا في غزة والفلسطينيين عامة. وأيضا هناك هشاشة أستاذ رمزي، وهناك موقف هش لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي كما نعلم، داخل حكومته كما نعلم، في علاقته بإدارة بايدن كما نعلم. وأيضا هناك حقيقة أخرى تكلمت عنها أيضا الصحافة العبرية البارحة، وهم يحاولون أن يرفعوا من منسوب معنوياتهم. كل تقريبا خرجوا به عنوان وكأن جهة معينة هي التي وزعته عليهم، أن الجيش الاحتلال جاهز للتعامل مع حرب كبيرة، ولكن الداخل والحالة البلاد بشكل عام غير جاهزة لذلك. والحقيقة أنهم يكذبون، للجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع حرب كبيرة، لأنه بمجرد أن قال الأمريكي بأنني لن أنخرط في الحرب تراجعوا وسيبتلعون هذه الضربة وفقط. وأيضا الجيش الإسرائيلي الآن أستاذ رمزي ليس لديه حتى من المؤونة من الذخيرة إلا ما يكفي لتسع أسابيع، هذا كلامهم، 9 أسابيع في حربهم ضد غزة من دون جبهة حقيقية مع جنوب لبنان، من دون حرب مع إيران. إذا فتحت فقط جبهة جنوب لبنان عندهم ما يكفيهم لأسبوعين إذا لم يأتي المدد من واشنطن، وهذه ستقلب أشياء كثيرة في صراعنا مع هذه الجهة. خاصة بالنسبة أستاذ رمزي، خاصة بالنسبة لبعض الأطراف، نقولها بكل أسف، في منطقتنا التي في وقت معين يعني توهمت بأن الإسرائيلي يمكن أن يأتي من هناك لكي يدافع عنها ويحميها هنا في شمال أفريقيا. واضح أستاذ مولاي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال بأن العالم والمنطقة لا تتحمل حربا أخرى، في إشارة إلى توسع نطاق العدوان الصهيوني على غزة، وهذا ما ركزت عليه إيران بأنها سترد ولكن ليس بالطريقة التي تورط المنطقة أكثر، وهذا ما وقع. هل نفهم من هذا بأن إيران كانت حذرة بأن لا تنساق إلى مواجهة مباشرة مع الكيان ولا تقع في فخ الكيان في أن يجرها إلى مواجهة مباشرة؟ الرد الإيراني كان مدروس وبدقة وبعناية كبيرة جدا. شفنا الإيرانيين كذلك وجهوا رسالة للأمريكيين بعدم التدخل، وأن قواعدهم كلها في المنطقة في مرمى الصواريخ الباليستية الذكية الإيرانية. كذلك كان فيه حتى تحت الطاولة إن شئنا القول أنه الإيرانيين كذلك وضعوا حلا للعدوان في غزة، لابد أنه ينتهي هذا العدوان مقابل أنه
الضربة تكون تكون يعني لا تكون ضربة كبيرة جدا للكيان الصهيوني، أن إيران بمقدورها أن تضرب الكيان وبالعمق وبمحو هذا الكيان يعني كلية، لأن القدرات العسكرية الإيرانية كبيرة وكبيرة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية تعي هذا الأمر وبشكل كبير جدا. ورئيس يعني الأمريكي جو بايدن قال بأن نعم واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران، وهو الذي قال أيضا لنتنياهو بأن أو بأن يعتبر الأمر نصرا. يعني ما هي الرسالة التي يريد بايدن إيصالها من هذا التصريح؟ لأنه بايدن يريد في الحقيقة طمأنة الطرف الإيراني أنه ما فيش رد عسكري إسرائيلي، كذلك لا يريد جرجرة المنطقة، لأنه يعلم جيدا أنه إيران كذلك تمتلك أوراق أخرى عدا القوة العسكرية الإيرانية. كذلك يعني شفنا لأنه حتى في شكل الضربة، الضربة كانت إيران يعني شكلت بهذه الضربة ضربة استعراضية أكثر، يعني لأنه شفنا توجه الصواريخ كان من شرق إيران وليس من غرب إيران، وهو يعني الفرق المسافة بين إيران وبين فلسطين المحتلة هو 1600 كيلومتر، إلا أنه زادت مسافة أخرى اللي هي في شرق إيران، وفي دلالة عسكرية قوية جدا أنه الطائرات والمسيرة والصواريخ يعني انطلاقها من شرق إيران وصولها إلى الكيان الصهيوني، بالتالي يعرف قدر القوة الإيرانية. كذلك يعني الطرف الأمريكي لا يريد هذه الأطراف الأخرى أن تتوسع الحرب في المنطقة، لأنه الحرب في المنطقة معناها تشمل كثير من دول المنطقة، وكذلك القضية يكون فيه نهاية لهذا الكيان الصهيوني، لذا يريد حفاظ على أمن هذا الكيان، وما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس أنها تريد حماية أمن الفلسطيني. نعم أستاذ زهير، خلال لقائه برئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم إن الجزائر تعتبر استفزازات الاحتلال الصهيوني صرفا للأنظار عن القضية الفلسطينية وطمس الحقائق المتعلقة بها، كيف ذلك؟ نعم، لأنه هناك من يقرأ في الذي جرى في بمعنى الاعتداء على القنصلية أنه محاولة أو مخرج كما توهم نتنياهو لمأزقه في غزة، وخاصة أنه كما نعلم أستاذ رمزي في الآونة الأخيرة يعني الإدارة الأمريكية كل العالم تقريبا أصبح يتململ ويريد حلا وتسوية لهذا الموضوع، وخاصة حينما يعني توالت الجرائم والمجازر الصهيونية. وتصور معي يوم العيد، في يوم عيد المسلمين المبارك، نعم 89 شهيد، هؤلاء مجرمين، هؤلاء يعني في يوم عيد الناس في ديانة أخرى يعلمون أنه الوضع مأساوي، نعلم، ولكن على الأقل رمزية اليوم حتى في يوم في هذا اليوم مجازر ب 89 شهيد، وهذه أساليب الاحتلال الصهيوني، لأنه أساليب التقتيل صحيح. سبق وقلنا أن في مأزق، والحل هو مزيد من القتل، ولأنه لا يحققون في السياسة شيء، فأصبح التدمير والقتل هو هدف لأجل الإبادة ولأجل جعل غزة مكان غير قابل للحياة كما ذكرنا في عديد المرات. ولكن أعتقد بأن العالم كما قال وزير خارجيتنا يعلم، متنبه تماما لتفكير هؤلاء المجرمين، وهو يدرك كما قلنا بأن الأصل على الأقل في أو القضية المركزية التي أدت إلى كل هذه التفرعات والتداعيات في كل المنطقة، نعم، هي القضية الفلسطينية، وهذا موقفنا في الجزائر. إذا حلت هذه القضية كما قال الرئيس سبون في عديد المرات، فكل القضايا الأخرى تصبح سهلة، لا أقول بسيطة، ولكن تصبح غير عصية على الحل. إذا بقيت هذه القضية معلقة ودون حق الفلسطينيين، كل القضايا الأخرى ستبقى عصية على الحل. لكن الذي يحدث أستاذ رمزي أنه أعتقد أنه نتنياهو كما يفشل مرة أخرى في المراهنة على إعادة توجيه أو الذهاب بالرأي العام الدولي نحو قضية أخرى تجعل ما يحدث في غزة شيئا هامشيا، لا. وربما الذي ساعد في الأمر هذا أيضا هو كما قلنا مرة ثانية أن الإيرانيين وكل حلفاء لديهم عقل يحسب جيدا، هكذا أعتقد، لا هم دولة متهورة أستاذ رمزي، ولا هم دولة تفكر بطريقة انتحارية، ولا هم دولة
تفكر بعقل عاطفي كما يقال، إنما يحسبونها بشكل جيد. وأعتقد بأن الإيرانيين، أستاذ رمزي ربما سأختم بهذه الجملة، لا يمكن الآن أن ينجروا اختياريا إلى حرب شاملة ضد إسرائيل وبالتالي من ورائها حلفائها إلا بعد أن يحصلوا، وهنا نحط خط أحمر، على ورقة الرضع الأقوى التي يعملون عليها، وبالتالي يحتاجون إلى الوقت، مزيد من الوقت حتى يصلوا إليها، وهي السلاح النووي. الأمريكان حين يقولون قبل شهرين بأن الإيرانيين الآن الوضع في المنطقة، هذا الذي فعله الإسرائيليون، هذا العربدة، هذا السلوك الأمريكي الذي لم يعطي أي أهمية لا للقانون، سوف يساعد القادة الإيرانيين على أن يمرروا قرار الذهاب نحو إعلان دولتهم قوة نووية. وتقنيا تقارير أمريكية صدرت قبل شهرين تقول أن الإيرانيين يحتاجون الآن فقط إلى شهر واحد من أجل إنتاج 6 قنابل نووية، 6 أشهر من أجل إنتاج 12 قنبلة نووية في القريب يعني، ويتوقعون أنه قبل نهاية العام هذا يمكن أن يتخطوا هذه العتبة. أعتقد أن الإيرانيين يعملون في الأمر هذا أيضا، لن يسمحوا لنتنياهو بأن يعني كيفاش نقولوا يهدم ما صبروا عليه سنوات ويعني مدوا له جهدهم وأموالهم وأشياء كثيرة لأجل أن يصلوا إليه. بعدها يمكن يحصل كل شيء. طيب أستاذ مولاي، بالحديث عن الأوضاع الميدانية في غزة، قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف نازحين في طريق عودتهم إلى الشمال، هل الاحتلال يمنع الآن نازحين من العودة إلى ديارهم؟ نعم، لأنه سقط مشروعه في عملية التهجير القسري التي عمل عليها طيلة هذه الأشهر في عملية دفع الفلسطينيين نحو منطقة رفح، بعد ذلك كان يريد يعني الضربة الأخيرة تكون في رفح وبالتالي إخراجهم من رفح إلى الأراضي المصرية. هذه كلها كل هذه المشاريع سقطت، وبالتالي شفنا الانسحابات التي يعني للألوية الصهيونية، ونعرف في العلوم العسكرية أنه سحب أي لواء عسكري إلا ما يكونش إلا بعد خسارته قرابة 40% من قوته القتالية، وهذا ما حصل نتيجة يعني صمود المقاومة الأسطوري والضربات الموجعة التي أصبحت المقاومة توجهها إلى الكيان الصهيوني. طيب، رغم أن المقاومة لا زالت تمتلك العديد من الأوراق، كل ما تكلمنا عنه هذا الذي تكلمنا عنه في المنطقة لم يتأتى إلا بصمود هذه المقاومة الباسلة التي أفشلت تلك المشاريع. لو كان لا قدر الله كان انهزام للمقاومة لكان الآن الكيان الصهيوني والقوى الغربية تتعربد في المنطقة كما تشاء، لكن كل هذا الأمر وكل ما الآن والانتصارات التي نتكلم عنها وحتى الضربة الإيرانية لم تتأتى إلا بصمود المقاومة الداخل بغزة، ويعني الضربات القوية التي وجهتها لهذا الكيان والتي مرغت عن جهية هذا الكيان، يعني المقاومة واحتفاظها بالأسر لحد الآن لم يستطع الكيان تحرير يعني تحرير أسير واحد من أسراه من أيدي المقاومة، وهذا دليل قوي جدا. وشفنا حتى الصواريخ بالأمس التي انطلقت ناحية سديروت، يعني وهذا دليل على الفشل الذريع للعملية العسكرية. كذلك الآن فيه عودة، الفلسطينيين مصممون على العودة إلى ديارهم رغم محاولة ثنيهم على ذلك من طرف القوات الصهيونية وقتلهم وقنصهم، إلا أنهم شفنا العودة اليوم كانت كبيرة وكبيرة جدا، والأيام القليلة القادمة سوف تليها عودة هؤلاء إلى ديارهم. شفنا كذلك يعني شفنا حتى وسائل إعلام الصهيونية كيف تعجبت من سرعة يعني عودة يعني إعادة شبكات المياه في خان يونس، وكذلك تهيئة بعض المرافق، يعني فيه قدرة كبيرة على الاسترجاع، وهذا ما يعني تكونت فيه المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية الآن يعني أصبحت قوية وقوية جدا، وتمتلك من الأوراق العديد والعديد جدا، وهي بفضل المقاومة الفلسطينية سوف يأتي هذا الانتصار، وسوف نرى في الأيام القادمة أن الكيان الصهيوني سوف يذعن لشروط المقاومة، خاصة وأن الضغط في الجبهة الداخلية أصبح يعني كبير وكبير جدا.
وشفنا المظاهرات لأهالي الأسرى وكيف أصبحوا يضغطون على القيادة الصهيونية. أيام نتنياهو أصبحت أيام معدودة في الحكم، حتى حكومة الكابينة أو الكابينة الحرب الإسرائيلي كذلك أصبح يتضعضع وأصبح فيه شرخ كبير جدا بين أعضاء هذه الحكومة. بالتالي يعني والداخل الصهيوني صار فيه نزيف بشري كبير جدا. بالأمس فقط خوفا من الضربة الإيرانية 55,000 يعني مهاجر في 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 مطار بن غوريون، وبالتالي هذا دليل على النزيف البشري، ونعرف أنه العامل السكاني يلعب دور كبير جدا في بناء ما سمي دولة الكيان، لكن الآن فيه هجرة عكسية. كل هذا تأتى بفضل المقاومة الفلسطينية، المقاومة التي قادت هذه المعركة بمفردها داخل فلسطين المحتلة دون مساعدة من أي من أي طرف كان عدا بعد الدعم اللوجستي. وكذلك لا ننسى الجبهات الأخرى التي جبهات الإسناد الأخرى في المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان أو في المقاومة اليمنية التي مارست كذلك ضغوطا، والمقاومة العراقية، بالإضافة إلى الدعم السياسي الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية خاصة من أطراف دولية على رأس الجزائر التي دعمت المقاومة الفلسطينية وقالت من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه في كلمة ألقاها السيد الرئيس. وبالتالي كان فيه كل هذه الأمور شكلت كذلك دعما معنويا للمقاومة الفلسطينية للمواصلة في مجابهة هذا الاحتلال والذي ألحقت به الهزائم تلو الهزائم. الآن كل هذا النصر الآتي والذي سوف يأتي هو بفضل هذه المقاومة الفلسطينية الصابرة المجاهدة التي يريدون من خلال هذه العمليات إطفاء الأضواء عن هذه المقاومة. لكن الفضل الكبير في كل الإنجازات هو للمقاومة الفلسطينية التي حققت المعجزات في مواجهتها ليس فقط للجيش كيان الصهيوني بل حتى للقوى الغربية الداعمة له. شفنا حتى قوات مشاركة قوات المارينز الدعم وحتى المرتزقة الذين أتوا من أطراف يعني غربية وحتى عربية، وشفنا الحصار الذي يعني مورس ضد والتجويع والقتل ومحاولة ضرب الجبهة الداخلية ومحاولة الضغط على المقاومة عن طريق الضغط على البيئة الحاضنة وعن طريق قتل الأطفال والنساء يعني والتدمير الممنهج لكل للبنى التحتية في فلسطين. إلا أن هذه المقاومة برهنت بأنها مقاومة قادرة وصابرة وألحقت الهزائم تلو الهزائم. وهذا دليل على أنك لما تدعم ما يحتاجه الفلسطينيون هو الدعم الكبير لهم، وسوف يحررون أرضهم من النهر إلى البحر وليس فقط أراضي 67. طيب أستاذ زهير أعود إليك، إذن أي انعكاسات محتملة للرد الإيراني على الوضع القائم في فلسطين وغزة على وجه الخصوص؟ أولا على المباشر الفلسطينيون الآن، أتكلم على قوى المقاومة والمواطنين العاديين في غزة وفي الضفة أيضا المشتعلة الآن بالمناسبة أستاذ رمزي، يشعرون بأن هناك آخرين يدعمونهم بالرغم هم لا يفكرون كما يفعل البعض من يكون هذا وما هي كذا. لا، المسألة استراتيجية بالنسبة إليهم أن هناك قوة حقيقية ليست حركة مقاومة أو لا، دولة وازنة في المنطقة ذهبت إلى 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 مرحلة أخرى من الصراع، من إدارة الصراع مع دولة الاحتلال، فيها قرار للهجوم العسكري المباشر عليها في شكل بروفا فقط وليس في شكل أقصوي ماكسيمال واحدة. لا شك أن هذا دعم معنوي كبير جدا لهؤلاء. بعد لا شك أيضا علينا أن نذكر أطراف أخرى وقفت إلى جانبها بشكل أو بآخر. ثانيا، الموقف الاستراتيجي الآن وخاصة لدى الأمريكيين كما قلنا ينظرون الآن إلى ما وقع على أساس أنه فرصة حقيقية للضغط على نتنياهو، وكانوا يفعلون في الأيام الماضية لأجل أن يلزموه وهو غير القادر من دونهم على مواجهة الإيرانيين، أن يلزموه بالعودة إلى حلحلة الموضوع في غزة، لأنهم يعتقدون كما قلت بأن هذا هو الذي أدى إلى تفجر الأوضاع ويمكن أن يؤدي إلى تدحرج الأمور مرة أخرى إلى انفجار كبير لا يريدونه أو
سيكونون عاجزين في مراحل معينة على السيطرة عليه. خروج الوضع من السيطرة قد يؤدي أيضا إلى ضرب المصالح، مش إسرائيل فقط، الأمريكان الآن يفكروا في حاجة أبعد، مصالح أمريكا في المنطقة الآن على اللعب. لأنه لما يقول الإيراني بأنه كل القواعد العسكرية الأمريكية في الدول الموجودة في المنطقة إذا انخرطت في عملية عسكرية ضدنا ستصبح هدفا مشروعا، تصور معي ما يمكن أن يقع لهذه القواعد، لهذه المصالح، وأيضا للدول الحليفة لأمريكا التي ستجد نفسها بقرار حرب لم تتخذه هي ساحة للحرب لمواجهة بين كبيرين قد تؤدي إلى دحسها، حتى لا أقول كلاما آخر، وهي أعتقد في تصوري في موقف أخلاقي سيء وفي موقف استراتيجي ضعيف جدا في هذه المرحلة بالذات. أعتقد أن هناك فرصة ثمينة الآن للإدارة الأمريكية، وهي التي يبدو أنها ضبطت عدادات نتنياهو البارحة واليوم، وأفهمته بأنه إذا ذهب سيذهب وحيدا، ولا يمكن في التاريخ هؤلاء لا يذهبون وحيدا، هؤلاء اذهب أنت وربك فقاتلا، أو إما أن يأتيهم مدد من ولا وإما أنهم لا يذهبون. نتنياهو فهم هذه الرسالة، ولذلك أعتقد أنه الآن الإدارة الأمريكية في موقف يجعلها قادرة فعلا الآن إذا أرادت فعلا أن تسوي الموضوع أو الأقل أن تهدئ المنطقة بعد 7 أشهر من الغليان ومن التوتر الزائد. وحتى وسائل إعلام صهيونية تكشفت أن نتنياهو وسائل إعلام صهيونية كشفت بأن نتنياهو أجل موعد العملية البرية على رفح. ماذا نفهم من هذا الإجراء وهذه العملية التي يتحدث عنها نتنياهو في كل مرة أنها مؤجلة؟ هذا الجبان الآن رده لن يكون ضد الإيرانيين، قد يكون ضد مصالح إيرانية في سوريا في لبنان، هذا معروف وهذا ليس جديدا وهذا معتاد، هذا داخل في إطار قواعد الاشتباك السابقة التقليدية وليس في الشيء الجديد اللي قلنا الرد على الإيرانيين داخل إيران، هذا الذي أعتقد لن يجرؤوا عليه مادام الأمريكي قال لا. ولكن أعتقد أنهم ربما سيفرغون في فترة ما قبل التسوية غلهم وغيظهم وجنونهم في إخوتنا في غزة في هذه الأيام، سيزداد القصف، ستزداد الجرائم أستاذ رمزي، قبل أن يدعن نتنياهو مكرها على التوقيع على اتفاق تسوية تؤمن في الحد الأدنى مطالب المقاومة ومطالب شعبنا العزيز في قطاع غزة في المطالب الأربعة المعروفة، قبل أن نصل في لحظة ما أتصورها ليست بعيدة سيستأنف هؤلاء الجبناء عن جاهيتهم على من يتصورون أنهم الأضعف وأنهم القادرين على أن يعاقبونهم لأن الإيراني أو الطرف الآخرين يقومون بما يقومون به دعما لهؤلاء. أعود إليك أستاذ مولاي حتى نختم بعد قليل. مواصلة الاحتلال في هذه الجرائم واستهداف النازحين من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال أيضا إلى الجنوب هي عملية كما قلنا قبل قليل، هي عملية تهجير قسري تنفذها عن سقط إصرار وتوسط، ولم ينجح في هذا يعني رغم يعني تجهيزه يعني قوة كبيرة جدا ودعمه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المشروع في الحقيقة، لأنه صفقة القرن واتفاقيات أبراهام التي وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني وبعض الأطراف العربية العميلة أو مش محور الشر العربي للأسف يعني والمتصهين يعني كانت تهدف إلى عملية تصفية القضية الفلسطينية بالكامل وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وجعل فلسطين المحتلة أرض يهودية كاملة بأتم المعنى، لكن المقاومة الفلسطينية كان لها الرأي الآخر وبدعم كبير كذلك من أطراف إقليمية وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني كانت القضية كانت المقاومة الفلسطينية حاضرة وبالمرصاد لهذا المشروع وأسقطت هذا المشروع، لم تسقط
تسقط فقط هذا المشروع، أسقطت كل المشاريع الأمريكية في المنطقة التي عملت عليها الولايات المتحدة الأمريكية طيلة عقدين من الزمن، وهو إطفاء جذوة المقاومة داخل الأمة، كذلك التفرقة الطائفية والحرب الطائفية التي عملت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك إسقاط الدول العربية الممانعة للمشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة. كل هذه الأمور أسقطتها المقاومة الفلسطينية، وكذلك وحدت الأمة، أعادت روح المقاومة داخل الأمة، كذلك ميزت بين الخبيث والطيب، بين العميل وبين الأصيل، وبالتالي شفنا جبهة العمالة اصطفت في جهة مع الكيان الصهيوني، والجبهة الممانعة اصطفت في الجهات الأخرى، وتوضحت الأمور وتبينت ممن يدعم فلسطين ممن هو ضد فلسطين. شكرا. وبالتالي المقاومة الفلسطينية هي صاحبة اليد الطولة والكلمة الأخيرة في المنطقة. شكرا لك دكتور مولاي بومجوت، أستاذ علوم سياسية وعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. وأيضا الدكتور زهير بعمامة محلل قناة الجزائر الدولية، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر موصول للدكتور فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا عبر الهاتف من باريس. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة الليلة من حديث الجزائر. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.